نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ووقعت القافلة الكشف الطبي على 1539 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 25 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات. كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، بالإضافة إلى صيدليات لصرف العلاج بالمجان. طبية بتقدم خدماتها ضمن مبادرة 100 يوم صحة، مبادرة حياة كريمة. المبادرة بتقدم خدماتها هنا بالمجان تماما للمواطنين من خلال وجود 12 عيادة تخصصية فيها معظم التخصصات الطبية، وصاحب للقافلة خدمات طبية زي المعمل التحاليل الطبية اللي فيه أكثر من 40 تحليل، زي صيدلية فيها معظم الأدوية اللي هيحتاجها العيادات المصاحبة للقافلة. القافلة فيها استشاريين وأطباء من أكفأ أطباء وزارة الصحة والسكان. القافلة موجودة هنا في هذه القرية لمدة يومين. وحولونا على دكتور العظام أكشف، دكتور العظام حولنا أحلل ونزلت له، قلت له حولني على دكتور العينين، العينين بتوجعني محترم وأمير، حولني على دكتور العيون وكشفت وخدت العلاج.